السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. طبعا رجعت لكم بحلقة جديدة اليوم، وراح أصور لكم الماركت الثاني. هذا إن شاء الله الماركت الثاني، هذا مثل ما تشوفوا وراي، هو هذا مثل ما قلت لكم السوبر ماركت يسووه على مود أعياد رأس السنة. وطبعا قبله راح نطب هذا الماركت اللي وراي، نشوف ايش بيه معدي، وبعدين نجي لهنا اسمع. يلا المهم خليكم معنا، ان شاء الله يعجبكم هذا السوبر ماركت. طبعا هذا مثل ما قلت لكم على اعياد راس السنه، اسمع اعطيك طاقات زياده، وهذا مثل ما قلت لكم مال اعياد راس السنه. يلا خليكم معنا وان شاء الله يعجبكم. تمام حبايب، هذا هنا انا قاعد بسوي هاي الموسيقى، اعتقد عربيه، يعني رجال عربي اعتقد. نصور شويه، نسد الكاميرا ونكمل بعد شوي ان شاء الله. هذا السوبر ماركت طبعا شويه وراح اروح له. هذا اشتري لي شيء منه، انا اشتري شغلات عادي يعني. اشتريت هذا، ها شوف هذا حلو، بس 10 هواي اسعارهم غالية. لا غالي تعال، ماذا صنع يدوي، ها اذا صنع يدوي غالي. انا من هذا اللي اشتريت، من هذا اللي اشتريت شغلة اليوم اكو 30 بوت سنت رباط. اي فارت بالقاع، بس تصير زحمه شي تعبك. هذا كبير، هو اكبر من مال الكسندر اللي هناك. هاي شوفها، قلت لي بيها اعتقد كبيره، شوف لنا مكان نقعد فيها. تعال هنا، هنا اوقف، تعال نوقف شويه، هاي الريحه احبها مال الدخان.
شيء ما واحد عادي لا جيش زين زحلت فيها كم مرة ما عجبت صار روح له اروح لا خلينا نفتر شويه لا خلاص يلا شو تسوي ترينا صدق انا تدري شنو ارجع اصعد بهذا خلينا نصعد فيه تعال نفتر بيه هي الفرات ذني وبعد اروح ان شاء الله شوف ابيش كاتبه هو صدق مو اقل لا لا انت ما عندك خمسه هي مره بعد ما راح تشوف السنه الجايه Thank you.
شوفوا حبايب صعدنا بدلاب الهواء ولك 999 اخ يا خايف انا عندي خوف من التوازن بس هاي ليش تجي ضربات هنا هسه ما معقول هاي تضرب بالصفر ولا شنو اي نوقع هو هسه صعدنا بالمطر الحيوان لازم نصعد بالمطر بس المطر يوقعنا هاي ما التزلج حلو عندنا طالع ناس وجنات تزلج يلا سيقلكم بنا على نزلة وهاي آخر الحلقة جينا هنا اليوم للمطعم أنا بصديق أحمد أعتقد راح تعرفوه من الحلقة السابقة أو اللاحقة هاي نزلنا دجاج ونص دجاج على الفحم يلا تحياتي وهاي حبايب بعد اللحم بعد إيه بعد دجاج المطعم جينا هنا للماكدونالدز لا تعرفوه إذا ناكل مطعم هذا عيد ميلاد مال ألمانيا
كان شو سوى؟ حاولنا اليوم نسوي يوم حلو. بس احنا ايش سوينا؟ احنا اليوم حلق شعره. جايبين ويانا جايب بيبسي يلا بعد خلينا نشوف. بدل ما نشتري منه. هاي الموطة مال ماكدونالدز. هاي الموطة بطعم شنو كانت؟ بالشوكليت. بس يعرفون كراميل هم؟ بالشوكليت وبالكاكاو. يعرفون كراميل فيهم لا. يلا بوساتي. اتمنى يكون هذا اخر فيديو بالحلقة. اي انا